الكبير والصغير في فريق باريس سان جيرمان يريد رحيل الخبيث والمكروه من الجميع ليونيل ميسي. هل تعلم عزيزي المتابع أن ليونيل ميسي من 21 مباراة في الدوري الفرنسي مسجل 3 أهداف فقط؟ ده يدل قد ايه ان باريس سان جيرمان جابت لاعب منتهي تماما. ومش بس كده، ده لاعب مدمر اشرف حكيمي وكيليان امبابيه وبيخلق المشاكل وكل الازمات داخل الفريق. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة المرعبة والنارية وتفاصيل مش هتلاقوها تماما الا في قناتكم زياش انت حكيم لافرز، اتمنى تضغط على زر اللايك وتضغط على زر الاشتراك تنضم لعيلتنا زياش عند حكيم لافرز وتفعل زر التنبيهات علشان الاشعارات تماما تصلك فورا فور تنزيل اي جديد لينا. تتوقعهم يا سادة يا كرام بأن ليونيل ميسي يطالب ناصر الخليفي بطرد أشرف حكيمي من الفريق ورحيله في نهاية هذا الموسم؟ خبر فجرته صحيفة لكب الفرنسية. ليونيل ميسي علشان كده بقول لكم ان هو بيخشى من نجومية اشرف حكيمي، عارف قد ايه ان جماهير باريس سان جيرمان بتعشق اشرف حكيمي وبتعتبر هو وامبابي نجوم الفريق ومهملة ميسي تماما. وميسي يريد ان يكون هو الرجل الاول وبالتالي يريد طرد حكيمي، ولكن جماهير باريس سان جيرمان صدمت وصفعت ميسي صفعة العمر وتطالب الخليفي بطرد ميسي لإبقاء حكيمي وإمبابي يا سادة.